الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، كنا في شرح الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بملائكة الله، أي بوجودهم، يعني يجب أن يؤمن الشخص بوجود ملائكة الله وأنهم عباد لله مكرمون. الله تبارك وتعالى خلقهم لا لحاجة إليهم، خلق الله الملائكة والإنس والجن وكل ما في هذا العالم لا لحاجة إليه، لأن الله تعالى مستغن عن كل شيء، كان موجودا في الأزل مستغنيا عن كل شيء ولا يزال كما كان، لأن الله تبارك وتعالى لا يتغير، لا يجوز عليه التغير في ذاته ولا في صفاته، لأن التغير هو أقوى علامات الحدوث، التغير هو أقوى علامات الحدوث، كل متغير لا بد له من مغير، فالله مستحيل أن يكون متغيرا سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة عباد لله، خلقهم الله تعالى من نور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من الطين. وأصل كل هذه المخلوقات الماء، لأنه ورد في صحيح ابن حبان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من الماء. فالماء هو أصل كل المخلوقات، أخرجه الله، أبرزه الله من العدم إلى الوجود، وهو أصل لكل المخلوقات، معناه أصل كل المخلوقات يرجع إلى الماء. ثم هنا في هذا الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم أن إبليس ليس من الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. والله تعالى يقول عن إبليس: كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالجن خلقوا من النار، والملائكة خلقوا من النور، هذا نوع وهذا نوع. فلا يقال إن إبليس كان طاووس الملائكة، ولا يقال إن إبليس كان رئيس الملائكة أو كان مقدما في الملائكة. إبليس قبل أن يكفر كان مسلما يعبد الله مختلطا بالملائكة، الله تعالى أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم عليه السلام سجود تحية ليس سجود العبادة، فسجدوا كلهم إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، كما قال الله تعالى: إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن بعض من يسمى داعية قال: إبليس كفر ولا ما كفرش؟ قال: ده ما كفرش والعياذ بالله، كذب القرآن. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس كفر وهو رأس الكفر، هو أبو الجن، ثم الجن منهم مؤمن ومنهم كافر، الكافر من الجن هو الشيطان، والمؤمنون من الجن كالإنس، فيهم أولياء، فيهم أتقياء، فيهم صلحاء، فيهم فسقة. لكن إبليس ليس من الملائكة، الملائكة عباد مكرمون، خلقهم الله تعالى ليأمرهم بطاعته، ينفذون ما يأمر الله تعالى به، وهم لا يتوالدون، لا يتناكحون، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ليس لهم آلة الذكورة ولا آلة الإناث، لكن قد يتشكلون بشكل الرجال جميل الصورة من غير أن يكون لهم تلك الآلة، يعني صورة من حيث المظهر الخارجي، كما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا عمر:
بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كلهم لا يعرفونه. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ليظهر بذلك أن بينهما مودة، أن بينهما مودة وتقاربا. كلهم ما عرفوا أن هذا جبريل. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة، قال له: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال له: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، عن علامات الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني يكثر التسري حتى تكون هذه السرية تحت حر فتلد له، فتكون ابنتها ابنة حر فتكون كسيدة لها، أن تلد الأمة ربتها وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا حصل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف قال: فلبثت مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعرفون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. تشكل بشكل رجل، كما قلت ليس له آلة الذكور ويكون جميل الشكل. كان جبريل كثيرا ما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، وهو أحد الصحابة، ولا يتشكلون بأشكال الحيات أو الفئران أو بأشكال النساء، ولا يعصون الله ما أمرهم كما جاء في القرآن الكريم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله، كل الملائكة، ليس فقط زبانية جهنم خزنة النار، لا، كل الملائكة لا يعصون الله. فما يقال في بعض الروايات، في بعض الحكايات، في بعض الكتب، إن هاروت وماروت ركبت فيهما الشهوة، شرب الخمر وقعا على امرأة تسمى الزهرة، كل هذا خرافات ولا يجوز اعتقاده. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم وظائف. جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، أفضل الملائكة، وهو أمين الوحي. جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش، هؤلاء أفضل الملائكة، رؤوس الملائكة. ميكائيل عليه السلام موكل بالمطر والزرع، كل قطرة تنزل في الدنيا يعرف هو أين تنزل، متى تنزل، كم قدر المطر الذي ينزل في كل بقعة. جبريل عليه السلام أمين الوحي وموكل بالريح هو وجنوده عليه السلام. عزرائيل عليه السلام هو الملك الموكل بقبض الأرواح، هو يقبض الأرواح بأمر من الله، لا يجوز سبه، لا يجوز التشاؤم منه، لا يجوز إهانته، لا يجوز أن يتكلم عليه بألفاظ قبيحة. بعض الناس إذا مات لهم ولد أو أب أو أم أو زوجة يشتم عزرائيل، وقد نص العلماء على أن من شتم ملك الموت عزرائيل كفر، وكذلك من شتم جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل. إسرافيل هو الملك
الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة، الله تعالى خلقه وجعل هذا وظيفة له، على فمه وضع فمه على بوق منذ خلقه الله ينتظر الأمر. إذا أمر ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله تعالى له أن لا يصعق، يكون مستثنى. الشهداء شهداء المعركة لا تحصل لهم هذه الصعقة، مستثنون من هذا. الأنبياء يحصل لهم صعقة غشي فقط. فهذا ملك من الملائكة وهذه وظيفته، وحملة العرش خلقهم الله تعالى يحملون العرش. الآن هم أربعة ويوم القيامة يصيرون ثمانية. هذا العرش العظيم خلقه الله إظهارا لقدرته، ليس مكانا لذاته، لا يحتاج إليه ولا لأي شيء من هذا العالم. كان الله في الأزل وحده موجودا مستغنيا عن كل شيء، ولا يزال بعد أن خلق الخلق كما كان في الأزل مستغنيا عن كل شيء سبحانه وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. واحد من الملائكة من حملة العرش تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العرش العظيم المجيد خلقه الله تعالى إظهارا لقدرته لا لحاجة إليه. الذي يجلس يكون مخلوقا، أنا الآن جالس، والجلوس يحتاج إلى جالس ومجلوس عليه، والجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، ويكون مس الجالس بأليته ما جلس عليه، ويكون مقدرا بالحجم. جلس على كرسي يكون أوسع من الكرسي أو بقدره أو أقل منه، وفي كل هذه الأحوال يكون مقدرا بالمساحة. فالجالس على أي شيء يكون ملتصقا به، ويكون له حد، له حجم، له مقدار من الكمية، الله لا يجوز عليه ذلك. هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يقولون الله قاعد على العرش عبدوا شيئا هم تخيلوه، توهموه، تصوروه، لا وجود له في الحقيقة. لا يوجد فوق العرش ما هم يدعونه من جسم حي قادر عالم، لا يوجد. فوق العرش يوجد مكان، فوق العرش يوجد كتاب تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش. عنده يعني في المحل الذي هو مكرم عنده، كما قالت آسية: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله لا يقال عنه ساكن الجنة. ما معنى عندك؟ أي في المكان الذي هو مشرف عندك وهو الجنة. هو مرفوع موضوع عنده ذلك الكتاب فوق العرش، مشرف عند الله، مكتوب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي. ما معناه؟ صفات الله أزلية أبدية، ليس فيها سابق ولا مسبوق. إن رحمتي سبقت غضبي معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. الملائكة أكثر خلق الله عددا، أكثر من الإنس والجن ومن حبات الرمل وأوراق الشجر وقطرات الأمطار، لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خلقوا قبل الإنس وقبل الجن، فهم أكثر عددا وأسبق وجودا. كذلك الجنة أوسع بكثير من جهنم. الجنة خلقت قبل جهنم، يعني هي سبقتها وجودا وهي أكبر منها وأعظم منها من حيث الحجم. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الكتاب موجود فوق العرش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنهم أي الملائكة عباد مكرمون، وهم أجسام نورانية لطيفة
ألطف من الهواء. الهواء إن مر بك تشعر به، تحس به. الملائكة إن كنت في مجلس الذكر، في مجلس العلم، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الملائكة ملائكة الرحمة يحفون الحاضرين، يأتون هذا المجلس يحفون الحاضرين، تحصل النفحات والبركات. هل تشعر بوجودهم؟ لا. فالملائكة ألطف من الهواء، من الريح، ألطف من الهواء. ذو أرواح، يعني هم فيهم روح وهم مكلفون، وليسوا مجبورين بالراء على الطاعة، إنما هم مجبولون على الطاعة، أي جبلهم الله على طاعته، فلا يختارون إلا طاعة الله تعالى. ذو أرواح مشرفة، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون. لا يجوز أن يقال فلان يأكل الأرز مع الملائكة. بعض الناس يقولون هذا الطفل أين هو؟ فيقول بعض جهلة العوام يأكل الرز مع الملائكة، لا يجوز هذا. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، لا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله، يبقون بلا نوم، ولا يتعبون من طاعة الله، ولا يتوالدون، يخلقهم الله خلقا مكلفون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح في باب ذكر الملائكة: وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا: خلقت الملائكة من نور، الحديث. ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو راكع أو قائم. ما فيها موضع أربع أصابع، السماوات مشحونة بالملائكة، إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى، يعني يصلون دائما، فيكون بعضهم قائما، يكون بعضهم راكعا، يكون بعضهم ساجدا. معناه السماوات هي مسكن الملائكة، ليست مسكن الله كما يدعي بعض جهلة العوام وبعض جهلة أدعياء العلم، يقولون عن الله يسكن السماء. الله مستغن عن السماء، مستغن عن العرش، غني عن العالمين. ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وللطبراني نحو هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال سعيد بن المسيب: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون. وما ورد في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوج بعائشة، أتاه بصورتها على قطعة قماش، قال في الحديث: أتاه بصورتها، ليس في صورتها، ليس تصور بشكلها. الملائكة لا يتشكلون بأشكال الإناث كما سبق وبينت. والإيمان برسله، أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. قال الرازي في التفسير الكبير في بيان معنى قوله تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. المسألة الثانية: روي أن بعد موسى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت الرسل تتواتر ويظهر بعضهم في أثر بعض، والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام، فإنه صلوات الله عليه جاء بشريعة مجددة. واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى: وقفينا من بعده بالرسل، فإنه يقتضي أنهم على حد واحد في الشريعة يتبع بعضهم بعضا فيها. النبي
يوحى إليه وهو ذكر، والرسول يوحى إليه وهو ذكر، النبي يوحى إليه للعمل بشريعة من قبله، الرسول يوحى إليه بشرع جديد. هذا الفرق بين النبي والرسول. كلاهما من الذكور، كلاهما يوحى إليه، كلاهما مأمور بالتبليغ، كلاهما مؤيد بالمعجزة. الفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه للعمل بشرع من قبله، والرسول يوحى إليه بشرع جديد. في شريعة آدم عليه السلام كان فرض عليهم صلاة واحدة في اليوم والليلة، قال بعض العلماء هي صلاة الظهر. في شريعة أنبياء بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان في اليوم والليلة. في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي خاتمة الشرائع وأكمل الشرائع وأحسن الشرائع وأيسر الشرائع، فرض على أمة الرسول 5 صلوات، وثوابها 50، لأن الحسنة 10 أمثالها، إلى ما شاء الله من أضعاف كثيرة، تضاعف إلى أضعاف كثيرة على حسب ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولا يقال، يعني هذا قول قاله بعض العلماء وهو غلط وموجود في كثير من الكتب، يقولون النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. هذا الكلام لا معنى له، لأنه يعني أن النبي هو نبي نفسه فقط وليس مأمورا بالتبليغ، وهذا الكلام غير صحيح. النبي نبي نفسه ونبي غيره. الرسول في الصلاة ماذا كان يقول؟ كما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي غير الرسول، هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله وأن يبلغ ذلك. والنبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. قال الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في أصول الدين ما نصه: والفرق بينهما أي النبي والرسول أن النبي من أتاه الوحي من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي، والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو ينسخ بعض أحكام شريعة قبله. وذكر البيضاوي مثله في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل، فقال: الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة، والنبي من بعثه الله، فقال الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة، والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق. معنى ذلك أن الرسول أخص والنبي أعم. فلا يقال كما ذكرت لكم، لا يقال النبي هو من لم يؤمر بالتبليغ والرسول هو من أمر بالتبليغ، لا يصح هذا الكلام. ومن الغلط الشنيع ما ذكره بعض العلماء أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا كلام شنيع. كيف ينبأ ثم لا يؤمر بالتبليغ؟ وكيف يصح أن ينبأ النبي لنفسه فقط؟ فما أشنع هذه الغلطة. قال الحافظ أحمد الغماري في كتابه جؤنة العطار في بيان فساد هذا القول: فإن قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي صريح في إرسالهما حقا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، والحديث رواه البخاري في كتاب التيمم. وهذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معناه أن غيره، غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان ليس مأمورا بالتبليغ، لا، إنما معنى هذا الكلام أن جبريل عليه السلام لما كان يأتي النبي من الأنبياء قبل سيدنا محمد بالنص يقول له أنت أرسلت إلى قومك، لكن هو مأمور بأن يعلم ويبلغ كل من استطاع. الواحد من أفراد الأمة يجب عليه أن يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر إن تعين عليه، إن استطاع ذلك، فكيف بالنبي من الأنبياء؟ ولما جاء جبريل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له: أنت أرسلت إلى الناس كافة، ليكون في ذلك مزيد مزية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو، وليس معناه أن غير سيدنا محمد ما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا في قومه، يعني لا، ليس معناه ذلك. وهذه الغلطة موجودة في تفسير الجلالين وفي كتب عديدة. وأول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح عليه السلام، وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر. وليس معناه أنه لم يكن رسول قبل سيدنا نوح، لا، أول الرسل آدم، أول الأنبياء وأول البشر وأول الرسل آدم عليه السلام. ثم شيث، نبئ بعده شيث، وفي شريعة آدم عليه السلام كان يجوز بوحي من الله للأخ أن يتزوج أخته من البطن الآخر ليكثر النسل البشري حتى يصير نسل في البشر. ثم لما مات آدم ونبئ شيث، ولده شيث، أوحي إليه بتحريم ذلك، معناه تغير شيء من الشريعة السابقة. هذا الأمر كان يعمل به هكذا، ثم بوحي من الله هذا الأمر نسخ في الشريعة الجديدة. هذا الأمر نسخ بوحي من الله، فصار لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته ولو من البطن الآخر. كان محرما أن يتزوج، أن ينكح أخته من نفس البطن، وهذا هو الزنا في شريعة آدم، ويجوز له أن يتزوج أخته من البطن الآخر. كانت حواء تلد ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، حملت 40 بطنا، وفي بطن حملت بشيث عليه السلام. ثم لما أوحي إلى شيث عليه السلام أوحي إليه بتحريم هذا الأمر، أن هذا الأمر نسخ، رفع هذا الحكم الذي كان حكما شرعيا في شريعة آدم، رفع بالوحي لشيث بهذا الحكم الجديد، فذاك لا يعمل به بعد ذلك. كذلك في بعض الشرائع، حتى تعرفوا لما نقول شريعة جديدة أو نسخ بعض شرع من قبله، في بعض الشرائع كانت الزكاة ربع المال، ربع المال يعني 25%. في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني 2.5%. الله تعالى خفف عن هذه الأمة: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر الأمر الشديد. في شريعة سيدنا موسى عليه السلام لما خالفه أناس بعد أن ذهب لميقات ربه وكفروا بالله والعياذ بالله وعبدوا العجل، كان موسى السامري أخذ من أثر حافر فرس جبريل الذي كان يركب عليه جبريل، أخذ من هذا التراب من أثر حافر فرس جبريل ووضعه في عجل صوره من الذهب، فصار يطلع له خوار صوت يعني، فقال للناس: هذا إلهكم وإله موسى. فبعض الناس عبده، عبدوا هذا العجل المصور من الذهب والعياذ بالله. فجاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ورأى ذلك وحزن حزنا شديدا، وأوحى الله إليه أن رجوع هؤلاء الذين كفروا يكون بالتشهد، ولتمام التوبة أن يقتل بعضهم بعضا. ففعلوا ذلك، تشهدوا، قالوا لا إله إلا الله موسى رسول الله، ثم لتمام توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. في شريعة سيدنا محمد من ارتد يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين ويندم على ما حصل منه ويعزم على عدم العود، يترك الكفر، يتشهد، ثم لتمام لكمال توبته ماذا يفعل؟ يندم على ما حصل منه ويعزم على ألا يعود لمثل ذلك. ما في هذا القتل، لا يوجد كما كان في شريعة موسى تخفيف عن أمة محمد
عليه الصلاة والسلام. كذلك في الشرائع السابقة كانت الصلاة في مكان مخصوص للصلاة مثل المساجد، لا يصلون في البرية، لا يصلون في البيوت. نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام نصلي حيث شئنا، في البرية، في المسجد، في البيت، أينما شئنا أن نصلي نصلي. هذا من الأمور الميسرة في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين رسول ورسول في الشريعة. أما في أصل الاعتقاد فكلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين السماوي الوحيد هو الإسلام، الدين الحق الذي رضيه الله لعباده وأمر كل الأنبياء به، وأن يتبعهم على هذا الدين أقوامهم هو الإسلام. لا يقال أديان سماوية. عيسى عليه السلام جاء بالإسلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا في القرآن الكريم، واشهد بأننا مسلمون. عيسى على الإسلام، ومن تبعه كان على الإسلام، وموسى كان على الإسلام، ومن تبعه كان على الإسلام. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا معناه كان مائلا عن الباطل إلى الحق وهو الإسلام. هذا إبراهيم عليه السلام. فكل الأنبياء كانوا على الإسلام. إياكم أن تقولوا كما قالت بعض أدعياء الدين والدعوة وأنهم دعاة وهم يخالفون القرآن، يقولون الأديان السماوية، وبعضهم يقول لا فرق، يقولون لا فرق بين دين هؤلاء من الكفار وبين دين المسلمين. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق في معظم الآيات معناه الكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي كالكافرين، ما لكم كيف تحكمون. هذا القرآن الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه في رواية البخاري وغيره: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ويكفي هذا دليلا على ما أقول. قال الرسول: دينهم واحد وهو الإسلام، وأمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة، الفروع العملية كأشياء في أحكام الصلاة، في أحكام الزكاة، في أحكام الطهارة. أما في الأصل في العقيدة كلهم على عقيدة الإسلام. إخوة لعلات، يشبههم الرسول بالإخوة من أب واحد ولكن أمهات مختلفة، فدينهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم مختلفة. هذا معنى إخوة لعلات. فإياكم أن تسمعوا لمن يقول بخلاف القرآن وبخلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن نوح عليه السلام أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، كما روى البخاري في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لنوح في الموقف: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، يعني بعد أن صار أقوام مختلفون، لأنه لما نزل الوحي على آدم عليه السلام وجاءته الذرية علمهم الإسلام، كانوا كلهم على الإسلام. بعده هو عاش 1000 سنة عليه السلام، جاء شيث، كلهم كانوا على الإسلام. جاء إدريس عليه السلام بعد شيث، كلهم كانوا على الإسلام. بعد إدريس حصل الكفر، عبد بعض الناس أصناما، فجاء نوح أرسل إلى أقوام مختلفين.
عليه السلام، فجاء في الحديث أنهم يقولون له أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد أن صار أقوام مختلفون، هذا معناه. رواه في باب ذرية من حملنا مع نوح. قال ابن حجر في الفتح: رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد، قاله في باب صفة الجنة. وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد لنبوته حديث الترمذي: ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، حسنه الترمذي. وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة، يعني صار مشهورا بين العالم والجاهل، يعرفه العالم ويعرفه الجاهل. ويدل على نبوته من القرآن الكريم قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى، اختاره للنبوة. فمن نفى نبوته، أي نبوة آدم عليه السلام، فهو كافر بالإجماع كما في مراتب الإجماع. فالذي يشك في نبوة آدم أو في كفر الشاك فيها كافر، والذي يشك في رسالته أيضا كافر. نسأل الله لنا ولكم الحفظ والعصمة ما أحيانا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا، واجعلنا من الذين يعملون العمل الصالح مخلصين يا رب العالمين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. جاء سؤال: ما معنى قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذه الآية المقصود بها الملك. الملائكة هم كما سبق وبينت في الدرس يسكنون السماوات، كثير منهم يسكنون السماوات، ملأوا السماوات. لذلك نحن نرفع أيادينا في الدعاء في غير الصلاة إلى السماء وبصرنا إلى السماء، لأن السماء قبلة الدعاء ومحل كرامة الله لا يعصى الله فيها. ففي هذا الرفع إشارة إلى تعظيم الله، إلى تعظيم المدعو وهو الله تعالى، وهي قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. نحن لا نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة لأن الله يسكنها، لا، بيتية هذه الإضافة للتشريف، أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه الإضافة للتشريف، إضافة تشريف. أليس نقول بيت الله مكان يعبد فيه الله؟ هذا معناه.
فالسماء مكان مشرف عند الله لا يعصى الله فيه، ليس معناه أن الله يسكن السماء، لا. الحافظ العراقي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة. فالله لا يقال عنه أهل السماء. وهذا الحديث يفسر الحديث المشهور عند الناس: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الملائكة. ما معنى أي الملائكة؟ أي الملائكة يدعون لكم ويستغفرون لكم. ومن قال من العلماء من في السماء أي الله، أي على معنى أنه رفيع القدر جدا، لكن كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. إذا فسرنا الحديث الوارد بالحديث الوارد يكون أحسن. فالله تعالى لا يحتاج إلى الأرض ولا إلى السماء ولا إلى الفضاء ولا إلى العرش ولا إلى الجنة ولا إلى النار، هذا اعتقاد كل المسلمين. ولا يقول المسلمون الله موجود في كل الوجود، ولا يقول المسلمون الله موجود في كل مكان. المسلمون اعتقادهم الله موجود بلا جهة ولا مكان. الله سبحانه وتعالى، افهموا هذا يا أحبابنا، تعلموه واحفظوه وعلموه غيركم، الله لا يتشرف بشيء من خلقه. الله له كمال أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير. كان موجودا في الأزل ولم تكن جهات ولا عرش ولا سماوات ولا كرسي، بعد أن خلقها لم يزل كما كان في الأزل، كماله أزلي أبدي. المشبهة المجسمة يقولون تشرف بالجهة الفوقانية على زعمهم، صار ساكنا فيها. الله غني عن الجهات وعن كل المخلوقات سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء. يقول بعض الناس: يكثر عندي الغضب، فماذا أفعل ليخف عني ذلك؟ الإنسان الذي يكثر عنده الغضب ينبغي أن يتذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما ينجيني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. كلنا يحب أن يكون ناجيا من غضب الله، من عذاب الله. الرسول يقول: لا تغضب. بعض الناس عند الغضب يكفرون. هذا الذي كان من العرب القدماء من قوم عاد، قضى عشرات من السنين على الإسلام، اسمه حمار بن مالك. على الإسلام كان في واد في الجزيرة العربية يقال له وادي جوف. كان على الإسلام عشرات من السنين، نحو 40 سنة يعبد الله. ثم خرج له 3 أولاد إلى الصيد، نزلت صاعقة من السماء قتلتهم. الإنسان المؤمن إذا ابتلي بفقد ولده، مات ولده، ماتت زوجته، مات أبوه، ماتت أمه، فصبر جزاؤه الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إذا قبضت صفي عبدي من الدنيا فصبر لم أرض له جزاء إلا الجنة. هذا الرجل بدل أن يصبر غضب على ربه وتسخط على الله وكفر بالله كفرا شنيعا، وصار كل من يمر به بناحيته يقول له: أكفر وإلا قتلتك، يأمر الناس بالكفر. كفر وصار يأمر الناس بالكفر، حتى قال العرب في المثل: أكفر من حمار جوف. وهذا الوادي كان أخضر وفيه مياه، لما كفر هذا الرجل الكفر الشنيع صار ما فيه ماء، ما فيه خضرة، صار يابسا، وادي الجوف هذا بعد أن كفر هذا الرجل. انظروا ماذا صار من هذا الرجل بسبب الغضب. أحيانا الشخص بسبب الغضب يقطع الرحم، يترك صديقه الذي عاش معه عمره على الخير والتعاون على البر والتقوى، لأجل الغضب يتركه يفارقه. الإنسان منا ينبغي أن يفكر في القبر، ينبغي أن يفكر في الآخرة، ينبغي أن يفكر في يوم العرض، ينبغي أن يفكر ما هو الأحسن، إن قطعته أم إن وصلته، إن أحسنت إليه أم إن أسأت إليه، ما هو الأحسن، ما هو الأفضل عند الله في الشرع، ما هو الأحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة
ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يمسك نفسه عن أن يقع فيما حرم الله. واحد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. كرر مرارا والرسول يقول له: لا تغضب. لأن الغضب في بعض الأحيان مفتاح لكثير من الشرور، فانتبهوا من الغضب، احذروا من الغضب، الكبار والصغار، الرجال والنساء، اتركوا الغضب، كونوا صابرين، كونوا مخالفين لأنفسكم، كل منا يحتاج لمخالفة نفسه حتى يترقى في الآخرة إلى الدرجات العالية. سؤال: شخص له أبوان كان ضيعاه في الصغر، الآن كبيرا ماذا يفعل؟ في الشريعة نحن مأمورون بالإحسان إلى الوالدين، مأمورون بالإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين شيء عظيم، درجة عالية. ما معنى أن تكون بارا بوالديك؟ أحسن إليهما، أطعهما في كل شيء إلا في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. البار هو الذي يطيع والديه في كل ما لا معصية فيه أو في الأغلب. انظر إلى رضا والديك، انظر كيف تكون سببا لابتسام أمك، لابتسام أبيك، لرضا والدك، حتى يكون قلبه راضيا عليك، حتى يكون قلب أمك راضيا عليك. انظر إلى رضاهما، لا تنظر إلى حظ نفسك. كثير من الشباب والشابات اليوم لا ينظرون إلى رضا الوالدين. أحدهم يأكل في بيت أبيه ويشرب، وأبوه يدفع له المدرسة والجامعة حتى صار رجلا كبيرا طويلا، ولا يزال يعامل والده كأن والده موظف عنده، كأن والده ملزم بالإنفاق عليه بعد البلوغ. لا، الولد الذكر إذا بلغ بالإجماع نفقته ليست على أبيه، هذا إحسان من الوالد. فإذا أحسن إليك أبوك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تبسم في وجهه. يقوم الشاب يأتي مكان أبيه بدل أن يقول السلام عليكم، هاي يقول. عادات السادات سادات العادات، كيف كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، شدة التواضع، تأتيه فاطمة يقف لها، يمسك بيدها، يقعدها مكانه، يقبلها صلى الله عليه وسلم. لما يأتي إليها تقوم لأبيها، المفضول هنا يقوم للأفضل، تقبله، تمسك بيده، تقعده مكانها. انظروا إلى رضا الوالدين، الله تعالى يحب أن نحسن للوالدين. الإحسان لأي مسلم فيه ثواب، فكيف بالإحسان للوالدين؟ لا تعامل والديك كأنهما خادمان عندك، لا تعامل أمك كأنها ملزمة بأن تطبخ لك وتكنس لك وتغسل ثيابك. أنت صرت كبيرا، حفظتك في صغرك، الآن أنت تقوم بخدمتها، أنت تقوم بالإنفاق على والديك إن افتقراه، ولا يجوز أن تهملهما لو أهملاك في الصغر. أنت ومالك لأبيك، قال العلماء معناه أبوك إن احتاج إلى خدمتك صار عاجزا، يجب عليك أن تعينه للمشي، لدخول الخلاء، للوضوء، يجب عليك أن تعينه. إن احتاج للنفقة يجب عليك أن تنفق عليه، ليس على التخيير يعني، لا، يجب عليك. انظروا إلى هذا الأمر، إن النفس لأمارة بالسوء. عامل والديك على حسب ما هو مطلوب منك في الشرع، ليس تقعد في حضور أبيك وأمك تمد رجلك إليهما، هذا خلاف الأدب. ليس تكلم والدك ووالدتك كما تكلم الصديق، بل بعض الشباب والشابات من الفساد يكلم الوالدين أقل مما يكلم الصديق، يظهر الاحترام للأصدقاء أكثر مما يظهر للوالدين. أين هؤلاء من سيرة السلف الصالح، ومن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الوصية في القرآن بالوالدين؟ الله تعالى أمرنا بالإحسان للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما
من أدرك والديه شيخين أو أحدهما ولم يدخل به الجنة، فرصة. أبوك حي، أمك حية، فرصة أن تحسن إليهما، أن تكسب رضاهما قبل أن يموتا أو تموت، لابد من الفراق. الله أعلم من يسبق. أحسن لوالديك قبل أن تفقدهما أو يفقداك. يقول العلماء: من البر بالوالدين حتى بعد الموت أن تستغفر لهما وأن تزور قبريهما. من يفعل ذلك من شباب وشابات هذه الأيام؟ شغلهم التليفون والإنترنت واللعب واللهو والسهر في معظم الليل، نهارك بطال وليلك نائم. كذلك في الدنيا تعيش البهائم أكثرهم هكذا، لا يعملون، كسالى يقضون النهار في تضييع الوقت والليل في النوم، وجزء كبير من النهار ينامون أيضا. متى ترضي والديك؟ بعد أن يموتا؟ متى تعمل في بر الوالدين، في إرضاء الوالدين؟ حال لا يعجب ما هو عليه أكثر الشباب والشابات اليوم، والرجال والنساء أكثرهم حالهم لا يعجب وليس حسنا. الله تعالى يجعلنا من الذين يسمعون القول فيعملون بأحسن القول، والله تعالى يصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأحوالكم وأحوال ذرياتكم، والحمد لله رب العالمين.